الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي مهددان بالاغتيال في حال رفضا الشروط الأمريكية والإسرائيلية التعجيزية التي يجري العمل لفرضها على لبنان، لا تبدأ بإنهاء وجود حزب الله ولا تنتهي بقلب النظام السياسي في لبنان رأساً على عقب. هذا ما أكده الصحفي قاسم قصير عبر سبوتشوت، كاشفاً عن معلومات تمخضت بهذا الشأن بناءً على مصادر رفيعة ووفقاً لمجريات الميدان، مؤكداً أن القيادات السياسية في حركة أمل وحزب الله أصبحوا مستهدفين وسط حملة جارية حالياً في واشنطن ضد الرئيس بري لفرض عقوبات عليه. فما هي تفاصيل هذه المعلومات؟ أنا تحدثت عن أن الرئيسان ميقاتي ورئيس نبيه بري يتعرضان لضغوط أمريكية مباشرة من أجل القبول بتعديل القرار 1701، وبسبب ذلك بدأت حملة لاستهداف الرئيس نبيه بري في أمريكا عبر فرض عقوبات. كما تم نشر معلومات في إسرائيل عن أن الرئيس نبيه بري أصبح من ضمن الأسماء المستهدفة، كما وصلتني معلومات خاصة من أحد المسؤولين السابقين الكبار في لبنان أن القيادات السياسية في حركة أمل وحزب الله أصبحت مستهدفة، إضافة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بدأت تستهدف مناطق عادة حركة أمل لها حضور سياسي وشعبي فيها، مثل صور النبطية والجناح والأوزاعي والشياح. كل ذلك ترافق مع زيارة هوكستاين إلى لبنان حاملاً الشروط الإسرائيلية من أجل تغيير قرار 1701، والموقف الذي اتخذه الرئيس نبيه بري برفض أي تعديل لقرار 1701، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. بناءً على المعلومات الخاصة، كما أن هناك نواب أمريكيون بدأوا يتحدثون عن فرض عقوبات على الشخصيات اللبنانية، خصوصاً الرئيس نبيه بري، من أجل مطالبته بعقد جلسة لمجلس نواب لانتخاب رئيس ولتطبيق 1701 معدلا. يعني كل ذلك جعل أن هناك يعني أن احتمال التعرض للرئيس نبيه بري أو للرئيس ميقاتي أو لأي شخصية سياسية قد تكون عائقا أمام المشروع الأمريكي والإسرائيلي. كل ذلك يؤشر أن الخطوط الحمراء عند إسرائيل لم تعد موجودة، وأنا برأيي نحن أمام وضع يعني لا يوجد فيه ضوابط أمام الإسرائيلي. إسرائيل تستهدف الجيش اللبناني، تستهدف قوى الأمن الداخلي، تستهدف قوات الطوارئ، لديها مشروع، وكل من يقف أمام هذا المشروع يمكن أن يستهدف. مصادر نيابية مطلعة على أجواء الرئيس بري أكدت عبر سبوتشوت أن بري بدوره كرئيس حركة سياسية مقاومة قد يكون مهدداً في أي لحظة، وهو على علم بهذه التهديدات، ولكن هذه الرسائل لن تهز خياراته وقناعاته سواء قبل التهديد أو بعده وفي أي لحظة. وكما قال، ما يقع على أبناء وطنه يقع عليه. وحول الحركة الناشطة لفرض عقوبات على بري، قالت المصادر هناك حركة في واشنطن ضمن هذا الإطار، ومن يقود هذه الحركة عضوان بالكونغرس من أصول لبنانية، ولا يمت كل واحد منهما إلى الوطنية بصلة، بل يخدمان العدو الإسرائيلي. ولكن إلى أي مدى ممكن أن تذهب إسرائيل بعيداً وتتخطى الحدود باستهداف قيادات سياسية ورجال دولة في لبنان؟ وهل تخاطر بهذه الخطوة التي قد ترتد عليها سلباً على الصعيد الدولي؟ أنا برأيي أي أحد سيقف بوجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي هو سيكون معرض، سواء اسمه الرئيس ميقاتي، اسمه الرئيس نبيه بري، اسمه الرئيس إلياس أبو صعب، اسمه النائب الفلاني أو القيادة الفلاني. إسرائيل اليوم، كل من سبق لإسرائيل أن استهدفت أبو عمار، رغم أن أبو عمار عقد اتفاقيات معها، وسبق أن استهدفت في لبنان أبو حسن سلامة عندما كان أبو حسن سلامة مسؤول الأمن في فتح، وكان على علاقة مع المخابرات الأمريكية يعني، وحاولت المخابرات الأمريكية حمايته ولم تستطع، يعني لا أحد يحمي أحد حتى لو كان على علاقة جيدة بالأمريكيين أو بالدول الكبرى أو بأوروبا. يعني مع إسرائيل، مصلحة إسرائيل تتقدم على كل مصلحة. إسرائيل أمضت سنة ترتكب المجازر ولا زالت في فلسطين وفي لبنان ولا أحد يوقفها. من الذي أوقف مجازر إسرائيل؟ لا أحد. من الذي يمكن أن يوقف إسرائيل من اغتيال قيادات سياسية أو أمنية؟ لا أحد، سوى مصالحها. إذا تقتضي مصالحها ذلك، أنا برأيي لا أحد يقفها.
يشن على الرئيسين ميقاتي وبري ضغوطات أمريكية كبيرة للقبول بشروط تصفها الأوساط بالتعجيزية، وهذه الشروط لن يقبل بها لبنان أو حزب الله. فما هي هذه الشروط؟ سبق حفستان أن طلب بعقد جلسة لانتخاب رئيس وإنهاء دور حزب الله السياسي، وهذا ما قاله بلينكن، وإيجاد تغييرات على القراءة السمية واحد عبر إعطاء إسرائيل الحق بالتدخل لمراقبة سلاح حزب الله وإقامة منطقة أمنية. والإسرائيليون يتحدثون عن ذلك بشكل علني، يعني يريدون منطقة أمنية، الحق لإسرائيل بالتدخل في لبنان في أي وقت، والتدخل الجيش الإسرائيلي لمراقبة سلاح حزب الله أو تسلح حزب الله. وهو لم يتحدث هوكشتاين بشكل تفصيلي، لا أدري ما هي طبيعة الشروط القادمة للرئيس نبيه بري، لكن ما طرحه الإسرائيليون وما يطرحه الأمريكيون بشكل علني أنهم يريدون تغيير النظام السياسي في لبنان، إنهاء دور حزب الله، انتخاب رئيس يتناسب مع المصلحة الأمريكية، وإعطاء إسرائيل الحق بالتصرف في جنوب لبنان، يمكن وصولا إلى الحق باحتلال لبنان.